يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره واحد من اكثر الاشخاص المحترمين في الرياضه المصريه وفي كره القدم المصريه. اسم تعرفوه جيدا، وجه تعرفوه جيدا، هو حائط الصد الاول لاي مدير فني في اي مؤتمر صحفي. دايما بتشوفوه دايما يتعامل بشيء من الاحترام واللباقه مع كل الصحفيين في مصر. دائما شخص محبوب من كل المديرين الفنيين اللي اشتغلوا في النادي الاهلي، الدكتور عمرو محب، مدير اداره العلاقات الدوليه وتنميه المهارات بقطاع كره القدم بالنادي الاهلي، ضيفي في هذه الفقره. دكتور عمرو، مشرف ومنور حقيقي خطوه عزيزه. انا بشكرك، متشكر على المقدمه الجميله دي، وانا سعيد بوجودي مع حياتك النهارده. اقل من حقك بكتير، انت مشرف ومنور. ربنا يخليك. الاول ايه التايتل ده؟ يعني ايه مدير اداره العلاقات الدوليه وتنميه المهارات بقطاع كره القدم بالنادي الاهلي؟ العلاقات الدوليه، علاقات دوليه، بروتوكولات ومراسلات مع الاتحادات الدوليه واتفاقيات وحاجات، كل ما هو ليه علاقه يعني بالمنظمات الدوليه. عظيم. وده برضو بحكم خبرتي بشغلي مع الفيفا وشغلي مع الاتحاد الافريقي لفتره، وان انا محاضر في الاتحاد الدولي في الاعلام وفي الاداره، فده هيساعدني اعمل شغلي بشكل جيد. تنميه المهارات يمكن دي جديده، يمكن اول نادي في مصر نعمل الموضوع ده، ان احنا بنهتم بشكل الكادر بتاع النادي الاهلي، سواء كادر اداري او حتى لاعب، يعني اتلت، يعني نشوف ازاي زي ما بيلعبوا بينجحوا كنتائج، لازم برضو يبقى شكلهم او ليهم الاتيتيود بتاعهم، شكلهم حياتهم يبقى بشكل النادي الاهلي، بصوره النادي يليق بالايمج بتاعت النادي الاهلي. طبعا. فاحنا بدانا الموضوع ده، واحنا المفروض القرار ده متاخد من السنه اللي فاتت من مجلس الاداره السنه اللي فاتت، بس طبعا كان تفعيله صعب بحكم مشغولاتي كان في الترجمه مع الجهاز الفني السابق. واول ما حصل وجيب مدرب برتغالي ما كانش بقى مش عارف. فكرتك ولا فكره الاداره استحدثها؟ لا، احنا مع بعض جديد. يعني احنا مع بعض. مع بعض. عشان دي حاجه مستحدثه يمكن في الرياضه المصريه وفي كره القدم. الاهلي معودنا دايما كل حاجه جديده بتبقى في الرياضه. يعني طبعا طبعا انا اتفق معاك مليون في المية. انت في النص قلت لي انه شغلك في الكاف وفي الاتحاد الافريقي لكره القدم. عايز استغل ده وابدا معاك اقول لك المشكله اللي حصلت الاخيره بين الاهلي والاتحاد الافريقي. رايك فيها ايه؟ ايه اللي كان حصل؟ ايه الاهلي كان المفروض يعمل ايه، او الاتحاد الافريقي كان المفروض يعمل ايه مع النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا؟ بص، حاجه هي مشكله ودلوقتي بتصعدها، فما يحقيش اتكلم في حاجه بتصعدها بتنظر. بس طبعا في ظلم وقع على النادي الاهلي. صحيح. اوكي، هو ده اللي انا عايز اسمعه منك. طبعا كل عارف. كل عارف. مش حاجات اداريه. الكاف طبعا اكيد بيقر بالظلم ده، بس هم شايفين ان هو ده لخطا اجرائي. ان هم بعتوا واحنا بنقول لا، او مقدمينه في الاخر هيصدر حكم سواء ايجاب او سلب، سواء صح او غلط يعني بعد فتره وهنعرف. يعني سيبك من الحكم المسبق، احنا لسه هنستأنف. بس النقطه ان الكل عارف ان في ظلم وقع على النادي الاهلي. صحيح. مفيش خلاف ولو واحد في المليون. يعني احنا عشنا اجواء صعبه جدا. كنا في المغرب، عشنا اجواء صعبه جدا. يعني صعب معاها انك تلعب ماتش بحياديه وبلعب نظيف، فير بلاي، يعني كان في يعني بدءا من الجماهير اللي ما جاتش ومنعوها، والمدرجات اللي هم عملوا الحجز اونلاين وقفلوها على مصر. خلوا يعني انا برضو مش هتكلم، ما بحبش اعمم واقول المغرب. يعني لا طبعا المغرب دايما عندها حسن الضيافه بكل البعثات المصريه في كل الالعاب بصراحه، عشان الشعب المصري والشعب المغربي اخوات، وما فيش اي مشاكل ما بيننا. طبعا طبعا. بس هي طبعا يعني دي الملابسات اللي حصلت ولازم نتكلم فيها. يعني انتوا بقى وانتوا داخلين المباراه تاثرتوا نفسيا؟ الامور دي اثرت فيكم ولا انتوا كنتوا قافلين ودانكم؟ لا طبعا عليكم. اكيد عارفين. اكيد عارفين. بس هو طبعا احنا كان في نيه ان احنا ان شاء الله نرد في الملعب، واللعيبه كانت جاهزه، وبعد كده ما حصلش توفيق. كنت عايز ترد في الملعب؟ طبعا عايز نرد في الملعب، بس الاجواء فعلا ما كانتش مساعده. يعني بدءا من الدوشه كانت، ما مش عايز اتكلم فيها. بس المباراه لما بدات دكتور عمرو حسيت ان الامور بقت عاديه. يعني انتوا ما حدش مسؤول طبعا، في هتافات وصوت عالي وفن الماتش مش وضغط. من اول ما يبدا الماتش اعداده من وقت ما جينا. طب احنا رحنا ليه 6 ايام بدري؟ كانت الظروف صعبه جدا، كانت الاجواء صعبه جدا. طيب، اشتغلت مع بيتسو موسيماني، واشتغلت مع كارتيرون، واشتغلت مع فايلر. دايما المترجم هو شخص المفروض يبقى عنده فلكسبيليتي، انه يعرف يتعامل مع كل الاشخاص. انت عندك نوعيه اشخاص مختلفين، في العصبي، في الهادي، في اللي بيتكلم بسرعه، في اللي بيتكلم بالراحه، في اللي بيبقى عايزك معاه في كل مكان، في اللي مثلا بيبقى عايزك معاه في اماكن معينه. ايه الفرق بين الثلاثه؟ ممكن نضمنه كمان جيرار جيلي مع المنتخب، كان طبعاً. كان شكل رابع وستايل رابع يعني. صح. لو هنتكلم على التلات طبعا الاخرين، كارتيرون وفايلر وموسيماني، هم مختلفين عن بعض.
بس ابتدى كل واحد حقق نجاحات يعني في الحته المهنيه، كل واحد ليه حته تميز وحقق نتائج في فترته يعني. صحيح. كارترون خدنا كنا اخر مجموعه بعد ماتشين في دوري المجموعات، ووصل بينا على راس مجموعتنا، كسبنا الترجي في الترجي ووصلنا الدور النهائي وحصل اخفاق في ماتش العوده. فايلر عمل ريكورد ماتشات كتيره بدون هزائم في الدوري وادى بشكل كويس، ولولا موضوع الكورونا وكان كامل معانا كان ممكن يكمل بقيه يعني وحقق ثلاث ارباع دوري. صح. يعني موسيماني جه يكمل الدوري. صح. طبعا موسيماني حقق بقى الانجاز الكبير. رجع لي بطوله افريقيا بعد غياب 6 سنين. خدنا بطولتين ورا بعض، خدنا 2 سوبر افريقيا ورا بعض، خدنا كاس مصر، خدنا 2 برونزيه كاس عالم. ولما حضرتك بقول لك برونزيه كاس عالم انت مش متخيل الاحساس لما تروح تتبسم بهدك في كاس عالم وبتقف على المنصه وبتستلم ميداليه. انا بعترف انا عشت مشاعر جميله جدا مع النادي الاهلي ما كانش ممكن اعيشها في اي مكان تاني. صحيح. يعني فكره ان تطلع بتستلم ميداليه برونز في كاس العالم والناس بتكرمك وتسلم رئيس الاتحاد الدولي دي حاجه ما كانش ممكن تعيشها غير مع النادي الاهلي. هو يقول لك يا بخت اللي بيعدي من جنب النادي الاهلي. بالزبط. ما بالك انت بتشتغل في النادي الاهلي في الجهاز الفني للفريق الاول. فده لا انا اشتغلت في الفيفا، اشتغلت زمان في الكاف، واشتغلت في الفيفا، اشتغلت في الاتحاد الافريقي للفولي بول، واشتغلت في الاتحاد في كلها اماكن كبيره ورائعه. اماكن كبيره بس اللي شفته في الاهلي بصراحه في الفتره اللي هي ما هياش كبيره برضه تاثير مش فتره كبيره. يعني بيجب عن اي حاجه ثانيه. طيب السؤال انا سالته لك، مين اللي كان دايما بيبقى محتاج معاه في كل لحظه من الثلاثه؟ ما فيش حد محتاج كل لحظه يعني. اقصد هو يمكن كارتون اكتر لان كارتون ما كانش ليه مساعدين. يعني كارتون كان جاي لوحده. فبقى تواجدي معاه اكتر يعني محتاج. هي دي. لكن هو فايلر كان عنده 3 مساعدين. موسيماني عنده 4 مساعدين. صحيح. بعد كده مشى واحد منهم بقى من 3. فعنده التيم بتاعه يعني عنده التيم بتاعه. لكن كارتون كان بيحتاج يمكن بشكل اكبر، وكارتون كان ليه طقوس معينه. هو الحته النفسيه مع اللعيبه بيلعبها كويس جدا، لكن حتى كان بيخش التدليك والحاجات ويخش يطمن عليهم في اوضهم ويشوفهم ناموا ولا لا. لو واحد عنده مشكله حتى شخصيه بيتكلم معاه وبيسمعه. فطبعا ده كان من خلالي يعني. هو ما بيتكلمش عربي طبعا، فكان محتاج نكون معاه اكتر. بس كحجم شغل موسيماني طبعا، لان التيم كبير، انت مش بترجم للمدير الفني بس. انت بترجم ليه للمساعدين بتوعه. طبعا بتاع معاه مساعدين غير ميشيل بيتكلم فرنساوي برضه بيحتاجني. وفي بعض الاحيان طبعا ما بقدرش اوافق على الناس كلها، فممكن في ليا مساعدين من ضمن اللعيبه يعني. يعني ساعات مصطفى شوبير مثلا، حمزه شوبير يساعدك يعني. يتكلم مع ميشيل، خاصه مع حمزه علاء. حمزه علاء ومصطفى شوبير هم اللي كانوا بيساعدوا. طبعا وطاهر. وطاهر طبعا. طيب انت كنت بتكلمني على كارتيرون ان هو نفسيا كان اكثر. هو الحته النفسيه هو شاطر فيها جدا جدا. بيعرف يقوم اللعيبه كويس قوي يعني. موسيماني موسيماني بيهتم بالتفاصيل الصغيره بشكل درجه حتى وانت بتستلم الكوره تاخدها على شمالك وعلى يمينك، تفاصيل صغيره جدا. انا اتعلمت منه حكايه الاهتمام بالتفاصيل، بيهتم بكل التفاصيل. بيهتم بكل التفاصيل الصغيره. فايلر سويسري من زيورخ، سويسري يعني. بس راجل طبعا شاطر وشاطر في شغله طبعا. موسيماني ممكن يتكلم تعالى يا ابني، مش بيعرف الحته النفسيه. هما ليه اتقال عن بيتسو موسيماني انه نفسيا ما كانش بيهيئ اللعيبه كويس، ما كانش عنده المهاره دي؟ لا على فكره مش شرط يكون عيب فيه يعني. هو مش كل زي ما انت قلت لي فايلر ما كانش بيعرف يتعامل نفسيا جدا مع اللاعبين، ولكن كان شخص قوي جدا وشخص حازم جدا وكان بيعمل اداء كويس. فهل بيتسو موسيماني ما كانش عنده المهاره النفسيه دي والامور النفسيه والمعنويه مع اللاعبين؟ ما كانش من اول فرقه كويس، ما كناش حققناه طبعا. ما فيش فرقه عندها مشاكل لا ما هو رد في الملعب يعني. لو في لو النتائج بتقول ده انه في 18 شهر عمل ايه؟ انجازات 19 شهر. انجازات بالجمله يعني. طبعا ما فيش خلاف. بيتسو موسيماني وده مش معناه ان مشاعرينه غلط يعني، برضو كل واحد بقى رجل فتره معينه طبعا. انا كنت جاي لك في دي بقى. بيتسو موسيماني تحس كده انه انا دلوقتي بتكلم دكتور عمرو المحب، الراجل الاهلاوي اللي عايش الوضع ده، وفي نفس الوقت عشان برضو اعافيك من اي حرج انا مش عايز كواليس على قد ما انت تعيش معايا الوضع. هل انت حسيت زي ما احنا حسينا ان بيتسو موسيماني تغيرت الشخصيه تدريجيا مع الوقت؟ يعني كان شخص هادي جدا في الاول، احنا كنا بنشوف المؤتمرات شخص هادي، وانا بطبيعه شغلي الاعلامي وشغل الصحف وحضرتك ليك خبرات اعلاميه طبعا كبيره، شخص هادي جدا في المؤتمرات، شخص متعاون جدا في المؤتمرات، لشخص بدا الضغوطات تاثر عليه. بالظبط. حضرتك رديت على سؤاله الضغوطات.
كان هادي في لما كان بيكسب وكان الدنيا ماشيه كويس. صح. اي مدرب بيكسب هادي وداخل المؤتمر الصحفي هادي، لكن تعادلت في ماتش المفروض كنت تكسبه او ضيعت 20 فرصه تهديف وما حصلش في سوء حظ في عدم توفيق، لازم يخش المنفعل لانه في الاخر هو انسان. وفي الاخر اكتر واحد عايز يكسب المدير الفني واللاعبين وطبعا الجماهير، بس طبعا هم يعني الاخفاق باخفاقهم هم يعني بيحاسبوا نفسهم. لو الجماهير بتحاسب الجهاز الفني، الراجل المدير الفني ده شايل متحمس مسؤوليه فنيه للجهاز واللاعبين، بيحاسب نفسه قبل اي حد، فطبيعي يبقى عليه ضغط. هو حضرتك هتقولي محترف، اوكي انا معاك في الحته دي، بس هو برضه غصب عنه في اسئله بتبقى فعلا بتطلعه عن شعور. في اسئله بتطلعه عن شعور. طبعا احنا بنتفرج وعارفين. بص يعني انا صحفي وفاهم، فاهم ان كل واحد عايز يطلع احسن حاجه وعايز يطلع انفراد وعايز يطلع سبق. بس اكيد انا بلاحظ ان انت بتلاحظه ده، وكتير قوي حتى في البرنامج كنت بقول يا جماعه السؤال مش في وقته عشان الراجل لسه حتى طالع عصبي، لو احنا طالعين من ماتش عصبيين جدا ما سالوش سؤال ممكن يطلعه عن شعور. هو من حق الصحفي يسال سؤال طبعا، ومن حق المدير الفني يتحفظ. ما انا كنت جايلك بقى في اللي بعدها، انه في اسئله تانية احيانا بتبقى في الامور الفنيه وبتعصب، يعني مثلا انت ليه النهارده اللاعب ده مش موجود، او ليه اللاعب ده اشركته في الشوط الثاني وبعدين يتقال انه سيبني انا حر اعمل اللي انا عايزه. طب ما انا هسال في ايه؟ يعني انا لو صحفي ممكن اسال في ايه؟ ما هو دي الاسئله اللي انا هسالها لك. ما انا كده بسال في الملعب، ما سالتكش انت بتجدل وما بتجددش مع الاهلي، ساعتها كنت ممكن تقول لي كده، لكن بسالك انت لعبت لاعب ليه او ما لعبتوش ليه؟ ما هو ده السؤال الفني. مش شايف ليه رؤيه، ما هو بيقول لك دي رؤيتي رؤيه الجهاز الفني، هو دايما بيرد باجابه نموذجيه ان المفروض العب 11 بس، بيقول لك حتى بينفعل بيقول لك كلم الفيفا خليهم يخليهم 13 هلاعب فلان وفلان وفلان. هو في الاخر لازم يعمل اختيار فني، هو اقدر واحد انه يحدد مين اللي جاهز، اكتر مجموعه جاهزيه في ال 11 جاهزين من مجموعه المتاحين. بس انت ما حسيتش في مره مثلا قلت ايه؟ لا عصبيه سنه زياده دي، حقه انه يتعصب، بس انت كده يعني مش مستاهله يا موسيماني. لا انا هو انسان واحنا طبعا انا ماليش ان احكم في دي حاجه بتاعته طبعًا. انا راجل بعمل شغلي ما بتدخلش فيه. طب وانت بتعمل شغلك مفيش في مره مثلا قلت ايه انا يعني ايه هصيغ الترجمه بشكل اذكى؟ لا بص هو طبعا مش بقول انك تحرك، لا هو مش بحرك، بتصيغها. لا هو اللي حصل ما كانش مع مره كان فعله كان عايز يمشي وقلت له اهدى. وحصل دي مع اكتر مع فايلر يعني. مره قام مؤتمر صحفي اخر مؤتمر قام وطلبت منه يقعد وقعد عشاني يعني بشكل شخصي، بعد كده قام تاني لان السؤال لما قعد الصحفي ساله نفس السؤال تاني، يعني مش فاكر هو كان ايه السؤال بس السؤال عصبه. وكان هو اخر مؤتمر ليه، كان الكل عارف انه ماشي. واعتقد هو طلع من الماتش على المطار، كان ماتش في الكاس كان اخر مباراه ليه. فساله سؤال وقال له مفضل خلي اسئله في الماتش، ساله سؤال برده حاجه ليها علاقه انك مشيت والكوفيد والحاجات كده، فما قدرش يرد. بعد كده ساله نفسه وقام فما جه قعد سال نفس السؤال تاني. انا لو مكانه طبعا ههدى، يعني انا لو مكان فايلر مش هنفعل، بس كل واحد ليه طريقه يعني. كل واحد من الحاجات اللي انا عرفت يعني من جوه النادي الاهلي، انه النادي الاهلي نفسه كان بيتحفظ عليها على بيتسو موسيماني، هي تصريحاته اللي تخص مثلا تجديد التعاقد. يعني كان في مؤتمر صحفي قبل كده شهير جدا، وبدا يرد على الصحفيين على فكره انه انا الكوره دلوقتي في ملعب النادي الاهلي والتجديد في ملعب النادي الاهلي. وده يمكن من الحاجات اللي انا شخصيا انتقدت بيتسو موسيماني عليه، هو كثير من الناس انتقدوه، وانا متاكد انه اداره النادي الاهلي كمان تحفظت على هذا الامر، انه الحاجات دي عاده بتبقى في الغرف المغلقه كما هو معتاد في النادي الاهلي. بالظبط. لاحظتها يعني شفتها ازاي او ايه هو فعلا انا ما كانش ينفع وقتها لان كنت واخد الضوء الاخضر من النادي ان اقول لا مش هاخد السؤال ده. طبعا لان في الاخر انا زي ما بقول المترجم ده اداه، ده تول. انا مش طبعا مش طبعا يعني مش صانع قرار بصح قرار اقول لك اتكلم، ما اقدرش اعمل ده. وما عملت ده كنت واخد تكليف من مدير الكره كابتن سعد الحفيظ اللي مكلف طبعا من اداره النادي ان لو في سؤال خارج سياق المباراه اقدر اتحفظ اقول لا، ولازم اعمل ده بتديني قوه لان الاداره طالبه مني اعمل ده، لان في الاخر زي ما بقول انا مترجم النادي الاهلي بدليل ان فايلر لما مشي كملت مع النادي الاهلي. انت مش مترجم، مدرب. مترجم النادي الاهلي مرتبي باخده من النادي الاهلي وعلشان اترجم للمترجم وللاعبين الاجانب. فطبعا يعني عمري ما هحب المدرب قد ما احب النادي بتاعي. اكيد. عشان كده انا عمال ساعات بعملها عشان احميه لان ده قرار من يعني من اداره النادي، لكن وقتها ما كانش عندي ما كانش ليا صلاحيه ان اقول لا ما تجاوبش. النادي الاهلي قلت اترجم، ما اقدرش ما اترجمش اجابه. لا انا لا الومك، انا بس بقى متفق معاه مش متفق معاه دي حاجه بتاعته هو، لان هو اللي بيتحمس قليل في الاخر. انا بترجم كلام بيقوله موسيماني قال مش المترجم اللي ادى كلام موسيماني. مفهوم مفهوم. فاتفق معاه اتفق او عدم اتفاق، بس اعتقد ان اكبر دليل ان الكلام ده ما كانش موفق فيه ان احنا بعد كده طلبنا منه ما يجاوبش، ولو سال سؤال بره سياق المباراه مش هيجاوب.
هو وافق عاديا. يعني انت الاول الاداره ما كانتش مبلغاك ان انت لو السؤال ده ما كانتش مبلغاك لما كنت عملت ده. لما بلغت بهذا الامر بعد هذا المؤتمر بالظبط ما كانش فيه رد ما كانش فيه. حصل مرتين وقلت لهم معلش من فضلكم مش هنتكلم في حاجه زي كده. هو طبعا حرج بالنسبه لي ان معظمهم زمايلي. انا صحفي في الاهرام فدول زمايلي. انا عايز اقول لها ان علاقتي بمعظم الصحفيين باظت بسبب شغلي في الاهلي، بس هم مقدرين ان لازم انا هنا مترجم النادي الاهلي مش زميلهم. صحيح. مش هديك سبق ومش هديك يعني غصب عني ده شغلي. صحيح. في مره يعني اكيد انت علاقتك وديه بكل المدربين اللي اشتغلت معاهم في اكيد بيبقى في علاقه ودية. انت لو انت الشخص اللي بتعرف تتكلم معاهم طول الوقت فهتبقى العلاقه فيها ود. مش هسالك ايه هي النصيحه، بس هل انت كنت ممكن تعرض عليهم نصيحه معينه تقول لهم بلاش نتكلم في حاجه زي كده، نتكلم في حاجه زي كده قبل او بعد المؤتمرات بمنطق الصداقه؟ طب هو ده يعني. لو ده حصل ما ينفعش اقول له. لا انا مش عايز النصيحه. مش عايز النصيحه. ماشي مسؤوليه. احنا اكيد بيني وبينهم صداقه كلهم الحمد لله، لان علاقتي بيهم كانت كويسه جدا. الكرتون كانت علاقتي بيه كويسه ومستمره لغايه لما رجع الزمالك. طبعا ما كانش ينفع صداقتنا تستمر. فايلر علاقتي بيه كويسه جدا وبيبعت لي في مناسبات وموسيماني كان يعني كان صديق. لان موسيماني في الجانب الانساني شخص كويس جدا. شخص رائع وشخص بيعمل خير كتير وشخصيه خيره يعني. وشخص على المستوى الانساني كويس. فممكن يبقى في مساحه بيقول لك ايه رايك في كذا. انا بقول له رايي لما بيسالني في حاجه، بس انا ما بتطفلش عليه طبعا، ما بفرضش نصيحه عليه. لان سهل جدا يقول لي انت مالك. مش هحط نفسي في موقف زي ده اكيد. لكن جه قال لي ايه رايك كذا مره يقول لي ما كنتش بقول كده. اقول له بصراحه يا كوتش انت كان ممكن ما تردش. اصل السؤال كان كده. اقول له معلش كان ممكن ما تردش. لو هو سالك. لو هو سالني اقول لك انا ما بتطوعش ان اقول حاجه. ما تطوعش ابدا. مش هحط نفسي. ليه علاقتك ما تكملش مع كارتيرون لما يروح يدرب الزمالك؟ لا طبعا انا علاقتي بالاهلي ابديه. لا ما اقصدش انك تروح مع الزمالك، اقصد انه في النهايه العلاقه الشخصيه. هو اللي حصل علاقه اتقطعت يعني خلاص. احنا احترمنا يعني كان اخر اتصالات قبل ما يجي وبعد ما جه خلاص هو بيشتغل في حته تاني طيب عايز اسالك على حاجه بعيد بقى عن الكلام ده كله. انا عارف ان انت راجل محاضر ومشرف على بس هم محذرين منك جدا قبل ما يجي. مين؟ الناس كلها بتقول خد بالك من اسئلته. فانا جاي النهارده شفت انك ايدي على قلبي. ده انا كنت هاخدك في واحد ثاني بقى. ده انا عشان اريحك قلت هاخدك بعيد بقى خالص عن الكلام ده. خليها بعيد. انا عايز دكتور عمرو محب. انا مستمتع فيك بالحديث معاك. تعرف بحبك على المستوى الشخصي وبحترمك. شرف كبير ليا والله. وعايز اقول لك حاجه انه ممكن اللي حضرتك من اسئلتي ده ما يعرفش ان انا بحاول ابقى حذر جدا في اسئلتي معاك. عشان بهزر معاك. لا وبالعكس انا مش عايز احطك فعلا في موقف محرج عشان انت شخص امين انا عارف. وشغلك يعني يتحتم عليك فيه انك تبقى امين طول الوقت. فانا مش عايز احطك في اي مكان تقول اي حاجه. انا في سؤال مش هقدر ارد عليه حاول حاجه. وانا بحترم ده. الاسئله هايله لغايه دلوقتي. مش اي مشكله. ده شرف كبير ليا. شرف ليا موجود مع حضرتك. دكتور عمرو محب بقى الراجل المحاضر والمشرف على دبلومات الفيفا. دايما بنسمع عن دبلومه الفيفا. في مجموعه من الناس والشباب في مصر يعرفوا يعني ايه دبلومه الفيفا، بس في كتير من الناس ما تعرفش يعني ايه دبلومه الفيفا. وفي ناس حتى بتكلمني بشكل شخصي. طب انا هقول لحضرتك قصه من الاول لان كان حتى اول مره اتكلم في التفصيل من الاول خالص. انا كنت فضلت فتره حوالي 14 سنه مدير مكتب الفيفا لتطوير كرة القدم. مدير عام مدير مساعد مدير مساعد مكتب الفيفا ومدير عام مساعد مكتب الفيفا لتطوير كرة القدم لدول شمال شرق افريقيا. والمكتب ده بيعتبر زي البرانش زي الفرع بتاع الفيفا في المنطقه. مكتب اقليمي الفيفا في زيورخ ما قدرش تحكم الدول كلها دورات وتتابع كل حاجه، فحطت زي فروع ليها زي ما تقول مثلا منطقه القاهره منطقه الجيزه اللي هي تبع اتحاد الكوره في مكاتب تطوير. كان في اربعه في افريقيا وبعد ما بطل مشي بقوا اثنين. كان مكتب في القاهره وفي كوت ديفوار وفي كاميرون وفي بوتسوانا. كل واحد بيغطي منطقه. احنا كان عندنا 17 دوله. فكان من ضمن اقتصاد كان مشروع الهدف حاجات كتير ومساعدات الماليه بترجعها كل حاجه. من ضمن الشغل ده الدورات اللي هي تنفيذ الدورات. الدورات اللي كانت مدربين حكام وكان في كابتن احمد الشناوي هو المسؤول عنها واداريين وقوى شاطئيه وقوى اتصالات وقوى نسائيه. ده مش كافي. ده موجه للاتحادات. بعد كاس العالم بتاع كوريا واليابان 2002 كان في مشاكل اداريه رهيبه. فبداوا من ساعتها قالوا لا الموضوع مش هيبقى بس دورات للاتحادات زي فطور واولمبيكس ودارفي وكده. هنعمل دورات بشكل يعني مكثف للاداريين وبداوا يهتموا بموضوع الاداريين. عشان كده بدانا نشوف بعد كده في دوره سي للاداريين وبي وبداوا يخشوا في حاجات عمر الاداري ما كان بياخد دورات قبل كده. زمان كان اي حد بيعرف يحجز اتوبيس او يحجز ملعب او كده كان بيبقى اداري. دلوقتي الاداره علم زي ده زي التدريب. مزبوط. انت عشان مدرب مش ممكن انت بتلعب كوره كويس وتدرب لازم يكون معاك شهادات. صحيح. رخصه سي واي بتاع المساج وكل واحد. صح. فالاداري اصبحت مهنه وليها مؤهلات مش اي حد. مظبوط. فعملوا استحسوا حاجه جديده الفيفا. طبعا الفيفا ما هيش جامعه. فمش ممكن تديك شهاده اكاديميه. مظبوط. فعملوا زي اجريمنت عامل زي اتفاقيه شراكه مع جامعه نيو شاتل
عملوا حاجه اسمها المركز الدولي للدراسات الرياضيه، ده في نيو ساتل، وده بيعمل دراسات مكثفه في فتره محدده، بتديك سته الاساسيات للاداره في للمنطقه برضو بشكل اقليمي. فعملوا دي بتتعامل مع جامعات، وخدوا جامعه القاهره في المنطقه بتاعتنا، هايل، تلاقي معانا سعوديين قطريين. فالدوره دي بتديك في فتره قصيره اكتر اخر بتوصل ليه العلم في مجال الاداره الرياضيه. وفي حاجه تانية اسمها فيفا ماسترز، بس دي مش دي احنا بعيد عنها. فطبعا في ناس كتيره جدا اتخرجت منها، كوادر كتيره جدا، دي يمكن السنه دي كانت دفعه ال 14. هايل. كوادر كتيره، كان يعني كابتن وليد عطار المدير التنفيذي الاتحاد، عندنا في نادي اي ناس كتير، امير توفيق، زكريا ناصف، دكتور رانيا علواني، ناس كتير في كل الانديه، وفي نادي الزمالك، وكابتن خالد لطيف، لا في سواء اعلاميين او اداريين، في ناس كتير في كل المجالات. وفي اقبال كبير على الدورات دي، هو اقبال بس اصبح عشان عاد محدود، احنا ما بنقدرش نعدي مثلا 100 120، وبيجي لنا 700 800. فبيحصل عمليه يعني مش تنقيع، عمليه يعني غربله كده، لغايه لما نشوف اكتر ناس شغاله في مجال الرياضه. ان دي مش دبلومه حد عايز يتعلم رياضه، دي دبلومه حد يمتهن مهنه اداره رياضيه وعايز يحسن من مستواه. يعني طبعا حضرتك اتفضلت واستقبلت الفوج اللي كسب 9 سنين، يعني كانوا، ودي حاجه تشرف، لان دول زي ما قلت لحضرتك في المداخله، ان دول اصلا عمرو ده بالذات كان معايا في المتطوعين، لما كنت ماسك مدير اعلام استاد القاهره في بطوله افريقيا، كان هو معايا في اللجنه الاعلاميه. هي. وكان بتحس وبرده عنده افكار. فلما دي دخل البروجرام، دخل الامتحان، حتى ما قاليش انه بيقدم عشان عايز ينجح بمجهوده، ونجح. وكان مشروع التخرج بتاعهم موضوع تطوع، لانهم كانوا متطوعين وكانوا بيعانوا من حاجات كتير، والموضوع نجح والفيفا كرمتهم وراحوا هناك. فدي بتحس قصه نجاح. وزي ما بقول دايما، الخارجين البرنامج دول لو تم اعتماد عليهم في الرياضه هنا عندنا، هترفع رفعه كبيره جدا، هنروح لمنطقه اعلى بكتير ان شاء الله. يا رب يا رب. بس نثق في الشباب، لان احنا عندنا برضو مشكله ان لما يكون حد صغير بتحس ان هو صغير، لا دلوقتي موضوع علم اكتر من مظبوط. لا سنة. احنا ما شاء الله يعني الناس في العالم كله دلوقتي بتشتغل وهي عندها 22 23 24 سنه يعني، وبيبقوا في اماكن كبيره جدا. احنا لسه عندنا، بس وان كان يعني خدنا خطوات فيها، يعني انه الشباب زمان ما كانش ليهم دور قوي، بس احنا الحمد لله واخدين. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه جديده، اللي كنت قاعد مع المسؤول بتاع الفيفا اللي جه وقت الاختبارات من اسبوعين، بيقول لي ان بداوا دلوقتي يعملوا دراسات للمترجمين، ان مش اي حد مترجم ممكن يشتغل مترجم رياضي زي ما بتعمل مع، لان هو طبعا المشكله، لان كتير عندنا حاجات، لو كنت عارف كنت جبت والله معايا فيديوهات كتير جدا، مشاكل بره بتحصل في الترجمه في انديه كبيره بسبب مش فاهم المعنى. لان حضرتك دلوقتي اللي بيجي ده بيعرف لغه، مش شرط يكون بيعرف لغه، يعني انا بتكلم عربي مش هقدر اروح اترجم لمدرب كريكت، صح؟ ما ينفعش، ما مش فاهم، مش فاهم حد متخصص، مظبوط. فاي حد بيتكلم لغه بطلاقه ده هايل. انت حضرتك يعني بص، ارجوك عرفني كمان الناس اللي بتاخد المحاضرات دي، عشان انا هقول لحضرتك هي بره وبداوا يعملوها، وان شاء الله فتحوا يطبقوها، هايلين. عشان دي نقطه كتير من الناس ما تعرفهاش، يقول لك مثلا ايه، المترجم ما كانش كويس. لا، هو المترجم كويس جدا، هو اشطر الشطار، بس هو مش فاهم اللعبه، مش عارف اللعبه، مش فاهم في مصطلحات مثلا في كره القدم ممكن المترجم ما يبقاش عارفها. فهي دي اللي انا اللي فادني في شغلي طبعا. كنت صحفي وكنت بنفس الاكيب وفرانس فوتبول، واشتغلت في الكاف فتره، وكان اشتغلت في الفيفا فتره طويله. فانا يعني مطلع. صحيح. في بعض المترجمين هم كويسين في اللغه، ومش مش ذنبهم على فكره، هو ذنب اللي اختارهم. مظبوط 100%. يعني هو اصلا جاي وشغل جاله وحاول يجتهد فيه وما عرفش. دكتور عمرو، انا حقيقي قبل ما اكون اتشرفت انك جيت معايا النهارده الحلقه، اتشرفت بيك شخصيا ومبسوط جدا بتواجدك معايا النهارده. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، ورب الاسئله تكون كانت خفيفه ومرتاح. لا تمام تمام ان شاء الله. دكتور عمرو شرفتنا، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا.